إذا كنا فعلا نريد أن نبني مرحلة جديدة يجب أن نتقدم نحو إلغاء كل ما يصطلح عليه بوزارات السيادة، فكل وزارات يجب أن تكون تحت المسؤولية المباشرة لرئيس الحكومة إذا أردنا أن نسائل هذه الحكومة وأن نحملها كل مسؤولية. فالكل يعلم أن الأمانة العامة للحكومة فهي محطة تعرف في بعض الأحيان إقبار بعض مشاريع القوانين إلى ما غير ذلك، فأظن أن تحويلها إلى مصلحة إدارية تحت السلطة المباشرة لرئيس الحكومة سيقدم شيئا إيجابيا في هذا المجال.